لماذا تتسابق دول الخليج على احتجاز الكربون؟ وأين تقع هذه المناطق السرية التي يتم فيها التخزين؟ وإن كنت على دراية بتقنيات تخزين الكربون، هل تساءلت يوماً عن السيناريوهات المحتملة في حال تسربت أطنان من الكربون المخزن إلى الجو؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. تقنية تخزين الكربون. عالمياً يوجد نحو 40 منشأة تجارية لاحتجاز الكربون وتخزينه قيد التشغيل حول العالم، بطاقة إجمالية تزيد على 45 مليون طن سنوياً. ومؤخراً بدأ العمل على فكرة أن يكون نقل الكربون عابراً للحدود ضمن اتفاقية ملزمة أول من سيوقع عليها سنغافورة وإندونيسيا. يعود ذلك إلى أنهما سيفتحان الباب لشركات الحفر والاستكشاف في مجالي النفط والغاز لاستغلال طبقات المياه الجوفية في مناطقها لعملية احتجاز الكربون وتخزينه، علما وأن أندونيسيا يمكنها تخزين ما يتجاوز 400 جيجاوات من ثاني أكسيد الكربون. وتقنية تخزين الكربون هي إحدى الأساليب الهامة المستخدمة للتصدي للتغير المناخي عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في مواقع محددة بدلاً من إطلاقه في الهواء. تعتمد هذه التقنية على عدة عمليات تشمل التقاط الكربون من مصادر مختلفة مثل محطات الطاقة المعتمدة في عملها على الفحم والغاز الطبيعي أو المصانع الصناعية، ومن ثم تخزينه في مواقع مختلفة مثل تكوينات جيولوجية تحت الأرض أو في المحيطات أو استخدامه في العمليات الصناعية. ولأنها تعتبر من العمليات المعقدة، فإن مشاريع تخزين الكربون تعد الأكثر كلفة، حيث تمر العملية أولاً بالتقاط الكربون من مصدره عن طريق الامتصاص الكيميائي. بعد ذلك يتم نقل الكربون الملتقط إلى موقع التخزين المناسب، سواء كان ذلك تخزيناً تحت الأرض أو في المحيطات. وعادة ما يتم تخزين الكربون تحت الأرض في تكوينات جيولوجية مثل الصخور الرملية أو الصخور البركانية التي تتميز بطبقات صلبة وعدم نفاذية، وذلك لمنع تسرب الكربون إلى السطح. أما في حالة تخزين الكربون في المحيطات، فإنه يتم حقن الكربون في العمق البحري وتحت طبقات مياه عميقة. تقنية تخزين الكربون تعتبر واحدة من السبل المهمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التقنية يواجه عدة تحديات، من بينها التكاليف العالية والمخاوف بشأن السلامة البيئية والصحية، إضافة إلى الحاجة لتطوير بنية تحتية متطورة لتحقيق التخزين الآمن للكربون. ولدى سنغافورة هدف صافي صفر بحلول عام 2050، وتهدف إلى تحقيق 6 ملايين طن سنوياً من احتجاز الكربون من نفس العام. ولكن لو بحثنا قليلاً بين الدول، لوجدنا أن الدول العربية وتحديداً الخليج هم الأكثر سعياً وراء احتجاز الكربون. فلماذا؟ تعاني الدول بشكل كبير من التلوث، أما الدول النفطية فيعتبر الكربون معضلتها الكبرى وكابوسها، ويعود ذلك إلى كونها الأكثر إنتاجاً للوقود الأحفوري. وبما أن مشروعات احتجاز الكربون تعد طريق الخلاص أمام العديد من الدول، سعياً منها للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول 2050، فإن دول الخليج العربي الغنية بالنفط كذلك قد انضمت إليها، وخصوصا السعودية والإمارات. ولكن لماذا يتوجه الخليج لالتقاط الكربون؟ إن مصدري الوقود الأحفوري سيسعون لا محالة إلى الحفاظ على موقعهم القيادي في صناعة الطاقة العالمية، خاصة بعد إدراكهم لأهمية التطور الذي يشهده التحول العالمي للطاقة النظيفة. كما أن الدول الخليجية تمتلك رأس المال الكبير الذي يخولها للاستثمار في تقنيات تخزين الكربون وكذلك في الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. مشاريع احتجاز الكربون العربية. وضعت كل من السعودية والإمارات خططا وأهدافا للتصدي للانبعاثات الكربونية التزاما منها بأهداف اتفاقية باريس للمناخ. من بين هذه المشاريع تقنية تخزين الكربون، وترأست الإمارات العربية المتحدة قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق تقنية التقاط وتخزين الكربون واستخدامه.
والتي جسدت في مشروع إحدى شركات إمارة أبوظبي، وبدأت في ذلك منذ سنة 2016، فشيدت أول منشأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتخزين الكربون على نطاق تجاري. تلتقط المنشأة نحو 800 ألف طن من الكربون في كل عام، وتحديدا في مصنع حديد الإمارات الذي كان يطلق في السابق 1% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الإمارات. ولم يتوقف دور المنشأة على التقاط وتخزين الكربون، وإنما كذلك ضغط الغاز ونقله، وذلك ضمن خط أنابيب يصل طوله إلى 45 كيلومتراً ليصل حقول النفط، ويتم استخدامه في تلك الحقول لتحسين عملية استخراج النفط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. ويتم العمل حاليا على رفع قدرة المنشأة لتكون قادرة على التقاط 800 ألف طن. مشروع حبشان الإماراتي. لم تتوقف مساعي الإمارات عند هذا الحد، بل يبدو أن تقنية تخزين الكربون قد استمالت المستثمرين الإماراتيين في المنطقة، مما دفع إلى إطلاق المشروع الأضخم، ألا وهو مشروع حبشان الرائد، الذي يخطط لأن تكون قدرته على التقاط الكربون في حدود 1.5 مليون طن سنوياً، مع القيام بحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة. وهذا المشروع هو جزء من مخطط أضخم بكثير، ألا وهو المنصة الفريدة التي يعملون على إنشائها للربط بين كافة مصادر انبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع الوصول إلى ما تطمح له الإمارات فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، إلى جانب مشاريع تكميلية أخرى، منها مشروع لتعدين الكربون واحتجازه بشكل كامل، ومشروع آخر لحقنه في طبقات المياه المالحة الجوفية. وسيكون مشروع حبشان البوابة لتعزيز عمليات استخلاص النفط في توفير الخام الأقل من حيث مستويات كثافة انبعاث الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين، بما يساعد على جذب الاستثمار. السعودية تدخل على الخط. تعتبر السعودية إحدى أكبر الدول المنتجة للمواد الهيدروكربونية، ولهذا السبب لم تكتفي بتقليل بعض الانبعاثات لديها، بل تسعى إلى أن تكون رائدة في مشاريع خفض انبعاثات كل الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأول مشروع سعودي في مجال التقاط الكربون كان قادراً على استخلاص 40 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، مع معالجتها ثم نقل الكميات المحتجزة في خط أنابيب بطول 85 كيلومتراً إلى حقل النفط بالعثمانية، ليتم فيما بعد حقنه في مكمن النفط. وبذلك نجحت المملكة في مضاعفة معدلات إنتاج النفط منذ البداية باحتجاز الكربون. ولكن لا يمكن الحديث عن تقنية بهذه الضخامة دون أن يكون لها سلبيات ومآخذ. فهل تتوقع أن هذا الكم الهائل من الكربون المخزن سيكون خاليا من التوقعات السلبية؟ الخبراء أكدوا أن ذلك غير ممكن، حيث إن أي تسرب للكربون في المناطق التي خزن بها يعني موتا جماعيا، وذلك بسبب زيادة تركيزه في الهواء، كما أنه وعلى فترات طويلة ستبدأ أضراره في الظهور على البيئة المحيطة، بما فيها انهيار الطبقات الجوفية بسبب تفاعل الكربون مع المياه وتشكل حمض الكربونيك الخطير. هذا في حال كان التسرب بكميات قليلة جدا. أما في حالة الحوادث الكبرى والتسرب الكبير للكربون من المنشآت الصناعية، فإن مشهدا قاتما ستشهده حينها البشرية، أو موتا أسودا آخر سيمر عليها.